مشاهدينا اهلا بكم معانا مره تانية، ونبدا معاكم موضوعاتنا على الهواء بموضوع يعني مهم جدا، وهو السلامه والصحه. السلامه والصحه المهنيه، السلامه والصحه المنزليه. عموما احنا بندور على فكره ازاي نحافظ على نفسنا في اي مكان، ايا كان هذا المكان اللي احنا موجودين فيه. مهم جدا ان احنا نعرف ان في بعض القواعد، بعض الشروط، بعض الاساسيات اللي لازم نراعيها في اي مكان، زي ما قلنا نكون موجودين فيه، مكان عمل، مكان شغل، منزل، مصنع، مؤسسة عادية، مكتب عادي. في بعض الشروط اللي لازم نكون بنراعيها، أو حتى عندنا بعض الخلفية عنها. عشان نعرف هذه المعلومات أكتر وعن قرب، معنا الآن دكتور خالد عبده، استشاري السلامة والصحة المهنية، اللي بيشرفنا النهاردة على الهواء، واللي هيقول لنا معلومات مهمة وأنا عارفة إن هي هتفيدنا كتير. أهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك استاذه غالية، اهلا بيك اهلا دكتور بحضرتك. خالد. في البدايه خليني بس الاول يعني انوه او افهم الناس مفهوم السلامه والصحه المهنيه اللي احنا بنسمعه كتير. طبعا استاذه داليا، مفهوم السلامه والصحه المهنيه هو علم يهتم بشكل كبير بالحفاظ على سلامه وصحه الانسان من اي ريسك، من اي خطر قد يتعرض له الانسان، تمام. سواء كان مخاطر ميكانيكيه، سواء كانت مخاطر كيميائيه، سواء كانت مخاطر كهربائيه، مخاطر حريق. الهدف من السلامة والصحة المهنية إن أنا بمنع الإصابات قبل حدوثها، تمام. أمنع الحدث قبل حدوثه، وما أجيش حاجة تحصل وأرجع تاني أقول طب أنا كان المفروض أعمل كذا. لا، يبقى لا. عشان يتحقق الكلام ده بيتحقق من خلال مجموعة من القواعد والنظم القانونية للهدف منها التحكم فيها، منع الإصابات والحفاظ على المنشأة والحفاظ على سلامة وصحة الإنسان. تمام. ده معناها دكتور خالد ان احنا عندنا تصنيف للمنشآت، يعني مش كل منشأة زي التانية. في سلامة وصحة مهنية للمصنع، في للمكتب، في تمام للشركة، في تمام للمدرسة. طبعا هل ممكن نصنفهم طبعا ولا طبعا. الشروط واحدة؟ لا، كل حاجه لها نظام. يعني ما نقول مثلا بتتعدد السلامه على حسب نشاطها، في سلامه مدرسيه، في سلامه مروريه، في سلامه في الحقل، في الزراعه، في سلامه في البر، في سلامه في السفن، في سلامه في الطيران. السلامه موجوده في كل حاجه. إذا بتتعدد السلامة والصحة المهنية على حسب النشاط وحسب تعرض الشخص نفسه للمجمع للإصابة أو الإصابات أو الإصابات أو الحوادث. تمام. طب في حاجة حضرتك ذكرتها، أنا أعتقد إن حتى الناس الموجودين في الأرض الزراعية أو في الحقل يعني ما عندهمش نفس الوعي الكافي، رغم تعرضهم لكتير من المشاكل أو المخاطر. يعني هل ده يعني بيخضع لمؤسسة مثلا معينة؟ هل المفروض إن حد بيمر عليه بينبهه؟ يعني لو قلنا مصنع، المصنع هيتأسس هيضع في جهاز شروط. سلامه وصحه مهنيه طبعا موجود في كل مصنع وبيتولى الموضوع ده. تمام. لا، وفي لكن الناس اللي بتشتغل مديرياته عشوائي في الحقل ومديريات القوى العامله طبعا بتراجع على المنشات الصناعيه او بالظبط. الشركات. ولكن احنا من خلال برنامج حضرتك انا بناشد طبعا دكتور مصطفى مدبولي ان احنا لازم يا دكتور مصطفى يبقى في حقيبه صغيره كده، يعني وزاره للسلامه والصحه المهنيه، عشان يبقى فيه اهتمام وفيه شدية وفيه رقابة فعلا. لأن مديريات القوى العاملة في حالة نوم تام، ما بيمروش وما بي مش قوي. لكن أنا دلوقتي والدفاع المدني أستاذ داليا، لازم أنا عشان أبني منزل أو أعمل عمارة لازم يبقى فيه اشتراطات للسلامة والصحة المالية والدفاع المدني. تمام. كان زمان في سلم كده كانوا بيسموه سلم الخدامين، هو مش سلم خدامين هو والله، ده سلم خواجات طوارئ. عملوه اسمه سلم الطوارئ زي ما حضرتك قلتي. في حاله حدوث حريق او اي حاجه يبقى الانسان بيهرب منه وينزل ايه، ينجو بنفسه. ليه ما يبقاش في اشتراطات من خلال طبعا يبقى في وزاره للسلامه والصحه المهنيه، ويبقى في الورش بره، الورش الخارجيه كمان، الناس اللي بتشتغل بره في ورش دول يبقى في رقابه عليهم. تمام. فلازم وفي شديه، واللي اقطع يتحاسب. الحرائق بتكتر استاذ داليا، كل شويه في حريق، كل شويه حريق في منزل، كل شويه حريق في ورش، حريق في مصنع. ما حضرتك لو احنا اتبعنا تعليمات واشتراطات وتدابير السلامه والصحه المهنيه، صدقيني هنبقى على الاقل هيبقى 95% احنا تمام لو اتبعنا تعليمات الدفاع المدني. تمام. هيبقى مثلا او 97، هيبقى 3% قضاء وقدر. تمام. طب خلينا نروح للسلامة الخاصة بالمنزل أو السلامة المنزليه المنزلية. طبعا. إيه اللي المفروض إحنا بقى نراعيه؟ حضرتك ذكرت إنه المفروض عند تأسيس عمارة بيبقى فيه بعض الشروط، خلينا ندخل ما بعد التأسيس بقى. طبعا السلامه المنزليه يا استاذ داليا هو مفهوم بيشير لتثقيف وتعريف ربة المنزل
او كل افراد الاسره بالمخاطر المحيطه حوالين منهم اللي ممكن يتعرضوا لاصابه او ممكن تؤدي الاصابه الى حوادث تؤدي الى الوفاه او حادث جسيم وفاه اكثر من شخص، سواء داخل المنزل او خارج او حول الفناء بتاع المنزل نفسه. يعني انا عندي العماره مثلا في شرخ في الحيطه نفسها بره، فلازم ان انا اجيب ايه الراجل يمحر الحيطه لان الشرخ ده هيزيد. سلمه مكسوره داخل المنزل لازم برضو ان انا اعمل السلمه دي، لان ممكن حد يقع يتكسر. اذا السلامه داخل المنزل مهمه جدا. يبقى لازم ست البيت تبقى عارفه يعني ايه مخاطر كهرباء، يعني عارفه يعني ايه مخاطر حريق، ازاي تتصرف لو حصل، بتعمل حاجه بتقلي بطاطس في المطبخ مثلا والطاسه ولعت، طب هتتصرف ازاي؟ تمام، هل تكب ميه على الطاسه ولا تعمل طب إيه؟ احنا نقول بعض الامثله فعلا لبعض المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها ست البيت او افراد الاسره عموما. احنا شايفين في الاونه الاخيره يمكن بعض المخاطر فيما يتعلق بحياه الانسان بقى، في تسرب للغاز، فكل الحاجات دي مخاطر ممكن نتعرض ليها. ندي امثله دكتور خالد وندي الحلول السريعه اللي ممكن نتعامل معها. طبعا حضرتك استاذه داليا، لو جينا نقول الحريق ده نعرفه هو ايه؟ هو تفاعل كيميائي نتيجه ايه؟ نتيجه توافر ماده وحراره واكسجين. لو اكتمل اكتمال مثلث الحريق ماده وحراره واكسجين. الماده اذا كانت بقى كان قماش، ان كان ماده صلبه، خشب، باركيه في الارض، كل الحاجات اللي هي مسببات الحريق. طبعا في مواد مشتقات بترول، ممكن ان انا عندي تنر وعينه برضه، ممكن عيل يلعب بولاعه ولا عود كبريت يولع لي في الدنيا. فاذا انا بقولها في كل القنوات، الحريق اسبابه رقم واحد البطل فيها الاهمال. الاهمال واللامبالاه. ممكن الراجل يولع سجاره ويسيبها على الترابيزه، الترابيزه دي خشب، طبعا هي سابها ودخل نام، الولعه ايه هتدخن، هتبقى ايه، يبقى كلت الدنيا. طبعا انا لازم يبقى في تسقيف، ان يبقى في طفايه يطفي فيها السجاره. لازم حضرتك قبل ما انام اشي افصل فيها شي كهرباء. قبل ما انام افصل فيها شي كهرباء، ما اسيبش الموبايل بتاعي الشاحن في قلب الموبايل واسيبه، لا برضه. وده قنبله، الموبايل ده قنبله لوحده ممكن ينفجر. ويمكن حضراتكم شفتوا في السوشيال ميديا كتير حالات كتير. صحيح طبعا الدوائر الكهربائيه يا استاذه داليا لازم يتم مراجعه الدوائر الكهربائيه. طبعا انا بفرح ان انا مثلا استلمت الشقه على الجاهز وتمام وكويسه وحلوه، خدتها على المفتاح، لكن انا ما شفتش الكهرباء نفسها، الاسلاك اللي جوه الحيطان، هل هي تتحمل الميكرويف؟ هل هي تتحمل التكييف؟ طبعا لا. انا لما باجي استلم الشقه بستلمها ما شفتش. انا بنصح كل المشاهدين لما تيجوا تعملوا الشقه بتاعتكم وتاسسوها، يا ريت انتوا تعملوا الكهرباء الاهتمام، الكهرباء، وممكن تجيبوا راجل مهندس كهرباء او راجل فني كهرباء يراجع الدوائر الكهربائيه، لان معظم الحرائق بيبقى سببها ماس كهرباء. اللي هو التاكد من الاسلاك الموجوده داخل الحائط هي تحتمل الراجل ده. ممكن يكون ما عندوش ضمير وعمل السلك كده ومحر عليه. طبعا ما فيش طبعا. او حط سلك. طبعا الاسلاك دي بتبقى بالملي يا استاذه داليا، في مثلا اناره بتاع اللمض بيبقى 2 ملي. طيب لكن اللي بيتحمل الاجهزه، طبعا بتختلف. انا دلوقتي عندي ميكرويف، عندي كاتل، يبقى لازم اجيب سلك 4 ملي. فطبعا عشان هو ياخد الشغلانه مونه واجره يبتدي يعمل ايه؟ يوفر هو في الاسلاك، بدل ما يجيب 4 ملي هيجيب 2 ملي، بدل ما يجيب 6 ملي عشان الميكرويف وعشان الافران والتكييفات يقوم جايب 3 ملي. ما يتحملش طبعا كل ده، ما يتحملش ايه الضغط بتاع الكهرباء، وكل ده حمل على العداد فبيشرس فبيؤدي الى حريق. جميل. طيب ندخل بقى على فكره ازاي السيده تتعامل سريعا فيما يتعلق بالحرائق السريعه داخل المطبخ بالتحديد، يعني دي مهمه جدا. كمان من ضمن الحاجات المهمه هي فكره زي ما حضرتك ذكرت دكتور خالد، ان انا مثلا اسيب الفيش او اترك شواحن الموبايلات او ايا كان الاجهزه الكهربائيه في شتها شغاله وانزل. في ستات كتيره جدا ممكن تشغل مثلا الغساله وتنزل، دي من ضمن التفاصيل الخطر جدا. يعني فكره ان احنا سايبين، يعني احنا بنسيب الثلاجه لان ما ينفعش نفصل، وبعدين لقيت الترموستات بتفصل بالظبط كده، فهي جهاز بيتعامل مع فكره الضغط الكهرباء، ما بتشدش كهرباء كتير، معلومه للمشاهدين، الثلاجه ما بتشدش. لكن ايه الحاجات التانية اللي انا اخد بالي منها، وازاي اتعامل مثلا لا قدر الله لو حصل حريق والست يعني اتعورت او اتلسعت، او يعني ازاي برضو اعالج
الإسعافات المنزلية السريعة. تمام أستاذة داليا. هو حضرتك دلوقتي أحياء طبعا النت وكده، ممكن الست تحط الطبيخ وتنساه خالص وقاعد على النت والدنيا جميلة، وسابت الحلة على البوتاجاز وطبعا حصل ايه، دخنت مولة في دماغها، الحريق قام، تعمل ايه؟ تصوت، مش عارفه حاجه تعمل. لا طبعا هي التصرف السليم لازم يبقى فيه شفاط، لازم يبقى فيه شفاط في المطبخ يطرد الغاز او الاكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون، تمام. لان طبعا الغاز ده غاز كان، فلا هيخش هيتخني وهي نفسها تخني، يبقى فيه تهويه، لازم يبقى فيه تهويه. كذلك زي ما قلنا نراجع الدوائر الكهربائيه. تمام. برضو بنقول حضرتك لو هي مثلا حصل بتقلي بطاطس في الطاسه والطاسه ولعت، تمام. لا هقول لها ما تصوتيش ولا تعملي حاجه، انت هتجيبي غطا حله وتكمري بيه الطاسه، الطاسة سريعة. يبقى انا حجبت الاكسجين اللي هو بيساعد على الاشتعال يا استاذه داليا، لان زي ما احنا قلنا مثلث الحريق الماده والحراره والاكسجين، طب تمام. في ماده وفي حراره بس ما فيش اكسجين، يبقى ما فيش حريق، يبقى ما فيش حريق هيحصل. الحمد لله. اللي هو انا طيب، وفي طب حالة لو اي حصل حاجة من الحاجات اللي برضو بتتعرض للاشتعال، زي مثلا يعني لو في انبوبة غاز، لو في اي حاجة، طبعا احنا يفضل ان احنا يكون معانا بطانية او غطاء زي ما حضرتك ذكرت. انا بحجب الاكسجين عن الاشتعال. طبعا حضرتك بتتكلمي، احنا في اخطاء بنعملها وكل يا الناس ريت. في البيوت، من يا ريت يعني نقول دكتور حاج. مثلا يبقى عنده اللي هم شغالين باسطوانه مش الغاز الطبيعي، اللي شغال باسطوانه جايب لي اسطوانه استبن وحاطط لي الاستبن فين؟ في قلب المطبخ، يعني لو واحده هتنفجر ده مش مصيبه واحده، يبقوا مصيبتين. طب احنا ليه ان احنا يا جماعه ما نبعد، يبقى كفايه واحده، يا يعني نبعد اللي هي الاستبن دي نحطها في المنور، نحطها في بلكونه، يبقى انا ايه؟ لان طبعا لو حصل ان انفجار الاسطوانه ما بيجيش من فراغ كده يا استاذه داليا، الانبوبه ما بتنفجرش الا ما بتسخن، تتعرض للسخونه. للسخونة. طبعا في حاجه احنا برضو اخطاء الناس بيعملوها، بيعملوا تيست للاسطوانه، يقوم ايه فاتح ولع البتاع ومولع الولاعه. طب ليه؟ طب ما انت دلوقتي ممكن يحصل في تسريب في زور الاسطوانه نفسها، فيؤدي لايه؟ طب حريق. التست يعمله بإيه؟ التست اعمله بحته سفنجه مبلوله مبلولة بميه، ميه بصابون. صابون او عشان صافو، هتعمل فقاقيع، يبقى اذا الانبوبه دي منفذه. وبعدين الشكل الظاهري للانبوبه، انت لو لقيت الانبوبه مصديه، لقيت الزور مصدي، حسيت الانبوبه نفسها بيبقى بيبقى اللحام، ليها صوت او في صدور. اللحام نفسه استاذه داليا بيبقى جاي بالعرض، لو لقيتها ملحومه بالطول اعرف ان الانبوبه دي ما تنفعش، ما تنفعش هتنفجر. اكيد. كذلك ان الناس في سوء استخدام، يبقى الواحد قاعد في الدور الثاني او الثالث يحذف الاسطوانه ويرميها من فوق، طبعا ده غلط، بيعمل ايه؟ بيكسر الحديد بتاع الاسطوانه. وفي حاجه ثانيه يا استاذ داليا، الناس بنصح كل الناس بلاش القعده اللي هي معجل يحطوا عليها الاسطوانه بتاعت ليه البوتاجاز، دكتور خالد؟ طبعا لان دي ممكن الارض كلنا في سيراميك في البيت، فبتؤدي لايه؟ انها تقدر تتحرك بسرعة، تتحرك من مكانها بسهوله، عندي طفل، عندي حاجه ممكن العيل يزقها، ست البيت ممكن تقع عليها، فطبعا احنا لا نحطها عادي ما فيش اي مشكله، او حته خشبه نحطها تحت، لكن حاجه انما تفصل عشان تمنع الصدى، لكن انا ما احطش عشان الميه والصدى، لكن ما فيش داعي للطوق اللي هو بالعجل ده. والخرطوم بتاع الانبوبه لازم برضو نغيره كل فترة، لأن هو ممكن أي بيتهالك. قوارض، ممكن فار يقرض الخرطوم يحصل تسريب، ونراعي برضو إن في زي ما حضرتك قلت يبقى في تهوية، تمام، في تهوية. طيب نروح بقى لأماكن تانية غير المنزل، وهي مثلا لو قلنا الحقول، الناس اللي في الحقل، اللي عايشين في أراضي مفتوحة، اللي عايشين في منازل فيها مثلا صحراء، تعرضهم لكتير من المشاكل والمخاطر اللي زي كده دكتور خالد. احنا برضو عايزين نقول لهم إسعافات أولية سريعة، إلى جانب إسعافات أولية برضو اللي احنا بنتكلم عنها، لو فكرة حد اتحرق، لو فكرة تمام. حد اتعور، يعني نقول مجمل كده معلومات خاصة بالإسعافات الأولية. حضرتك لو جينا نتكلم مثلا بتقولي اللدغة مثلا الناس اللي هي والحاجات شغالين في الحقل او في المزارع او في الاماكن الصحراويه، طبعا دي دلوقتي طبعا، لان الناس اتجاه الرئيس طبعا دلوقتي بالنسبه للاراضي الصحراويه طبعا المليون فدان، فبيبقى في عقارب وبيبقى في تعابين، فممكن الشخص نفسه الولد الراجل اللي بيزرع دون او الانسان اللي موجود في الحقل يتعرض مثلا للدغة التعبان. طب هو لو تعبان لدغه، ايه الفيرست ايد الاسعافات الاوليه اللي انا اعملها؟ اول حاجه ان انا اطمنه وهديه، ما اجيش اقول له لا انت تعبان ارصد ده انت هتموت، يبقى العامل النفسي مهم جدا. يبقى لما اطمنه اقول له لا انت هتبقى كويس،
بس انا هعمل حاجه اسمها فيرست ايد. ايه يعني ايه فيرست ايد؟ انا هشوف لو هو قدر يشوف التعبان اللي قرصه نوعه ايه او لونه ايه، هيسهل على الدكتور المصل اللي هو يديه له. تمام. برضه ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل فيرست ايد، اول حاجه بيعملها بيشوف المكان العضه نفسها. بلاش بقى نعمل زي رشدي اباظه في الفيلم وهند رستم ويبتدي يشفط الدم. لا يا مفيش جماعه، كده. ممنوع الكلام ده، الكلام ده اوعوا تعملوه، لان السم بيبقى موجود في الدم. طبعا انت بتعمل ايه؟ بتيجي على الجرح تغسله بميه وصابون، تطهره، وبعدين تجيب رباط ضاغط تربط مكان العضه بتاعه الثعبان، وتسيب مسافه صبعك ينفد منها كده، وتحسس على صوابع الراجل المصاب. لو حصل انها بردت، في بروده فيها، يبقى انا خانق العروق بتاعت ايده، يبقى انا كده عايز امواته بقطع ايده. لا، يبقى انا لازم اهوي الرباط بتاع الايه؟ بتاع الايد بتاعي. ويبقى يبقى ان انا في وضع مستقيم يا استاذه داليا كده. لما اعمله في وضع مستقيم كده، بقلل نسبه السميه انها توصل للقلب للدم ما تجريش في بسرعة. الدم. طول ما هي مستقيمه كده، يبقى انا زي واحد مكسور وعملت ايده كده عملت بشاش، له زي كبيرة بخشب عملت كده. كبيره بخشب. طبعا قللت السميه. طبعا اول حاجه اجري بيه على اقرب مستشفى واقول لهم ده فيه حصل له كذا كذا، يبتدوا يتعاملوا معاه ويدوا له المصل. تمام. كذلك حضرتك بتتكلمي لو حصل حرق، حروق، حروق منزليه. طبعا الحروق دي انواع، في حروق نتيجه مثلا زيت مغلي وقع على الست او اتلسعت، او حروق كهربائيه مثلا نتيجه ماس كهربائي. طبعا الحروق عامه ثلاث انواع، في حرق درجه اولى، وفي حرق درجه ثانيه، وحرق درجه ثالثه. حرق الدرجه الاولى اللي هو بيبقى فيه احمرار في الجلد، حرق الدرجه الثانيه بيبقى حصل فقاقيع، نقول في بقبيشه جت كده ايوه، بيبعت بيها امتلاء ميه. الميه. طبعا حرق الدرجه الثالثه والعياذ بالله اللي هو خلاص بقى كل الجلد وكل اللحم ودخل على الايه؟ الانسجه والعظم. فاحنا بنعمل فيرست ايد للحرق عامه ميه من الحنفيه. ما تجريش بقى على الثلاجه وتجيب لي تلج وتحطه عليه، لا، انت بتعمل صدمه للانسجه، وهيعمل حاجه، هيعمل حاجه اسمها ندبه، هيسيب علامه. علامة. فطبعا لا، انت بتعمل صدمه للانسجه وهتموت الانسجه، وبعد فيما بعد هتسيب ايه؟ علامه في الايد. لا، كذلك برضه استاذ ده الفقاقيع دي يا ريت بلاش نفقعها. الفقاقيع دي نسيب عباره عن الدكتور وقت. بلازما، دي بلازما الجسم بيحتاجها تاني، اشارات من المخ بياخدها يستعوضها ويدخلها تاني الجسم كفيتامينات للجسم. اخطاء شائعه في الحروق حضرتك، اللي يقول لك حط عسل اسود، اللي يقول حط زبده، اللي يقول حط بيض. يا جماعه الكلام ده كله خطا، مفيش الكلام ده. انا مفيش بقول اي حاجه منه. 95% سيب ايدك تحت الحنفيه لمده 10 ل 15 دقيقه لحرق الدرجه الاولى، من 15 ل 20 دقيقه لحرق الدرجه الثانيه. طبعا ان انا برضو ما احطش قطن مباشره على الحروق، طبعا عشان ما ما ينفعش ان تلزقش انا احط فيحصل مشكله. انا بحط بعد كده بستخدم مراهم بقى حروق عادي جدا، واقرب مستشفى قدامك. ان شاء الله خير. احنا طبعا بنتمنى عموما السلامة لكل مشاهدينا في كل مكان، لان دي من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انا احافظ على نفسي. انا بشكر حضرتك دكتور خالد، اتمنى طبعا المشاهدين النهاردة يكونوا استفادوا من المعلومات اللي حضرتك قلتها، واتمنى ان يكون عندنا فعلا متابعة لفكرة السلامة والصحة طبعا المهنية حتى المنزلية في فكرة كله تأسيس المنزل. أتمنى يكون في شروط وقواعد مهمة جدا ونبقى كلنا بنتبعها. شكرا لحضرتك شكرا مرة تانية كتير. دكتور خالد عبدو، استشاري السلامة والصحة المهنية، اللي كان منورنا النهاردة، ونلتقي بيك أكيد تاني أكيد طبعا ونتعرف إن على شاء كتير الله من في المعلومات. علاقات شكرا طبعا لحضرتك. تانية. أشكرك أستاذة داليا، شكرا لي. شكرا لبرنامج حياتنا. شكرا لحضرتك شكرا نورتنا. أشكرك أستاذة مشاهدينا احنا لسه معاكم مع